لكم. انا اول مره اعمل فيديو ما بس حسيت انه مهم قوي دلوقتي ان انا اتكلم مع الناس، علشان الناس الموجوده عندي كلها اهلي واصحابي، مش حد غريب يعني. سوري عشان انا شكلي اعمل كده. انا في المستشفى الحجر الصحي الحمد لله. انا يمكن لو جات لي اعراض كانت اعراض خفيفة مش اعراض قوية، بس نتيجة التحاليل بتاعتي بوزيتيف الحمد لله. لحد دلوقتي الفيروس موجود لسه ما راحش يعني. مهم جماعة الموضوع خدوه جد، الموضوع مش هزار خالص. خلي بالكم من نفسكم ومن اهلكم، بلاش زيارات، بلاش نقابل اصحابنا على ان هو عادي، عشان انا عملت كده وكانت غلطة كبيرة جدا مني. ان انا كنت بخرج وبنزل عادي وسافرت مصر ورجعت، ما كانش صح خالص يعني. الموضوع مش بالاستهتار اللي الناس شايفاه ومش بعيد عننا. انا كنت متخيله ان هو مش هيجيلي وان هو بعيد عني، فطلع مش بعيد، ممكن اي حد يتصاب بيه. ارجوكم خدوا الموضوع مش باستهتار خالص، ما تزوروش بعض يا جماعه، عشان انت ممكن تزور حد كبير في السن وانت تبقى صغير في السن تستاذيه هو. ممكن يبقى امك او ابوك او عندك طفل صغير وانت بتخرج وبتروح وبتيجي وبتقابل ناس، وانت تاخد المرض وتنقله لحد ياثر فيه. ممكن احنا سننا صغير الحمد لله، ممكن مناعتنا تتحارب الفيروس ويطلع من جسمنا، بس ممكن ناس تانية لا، والفيروس يأثر عليها ويجرى لها مضاعفات مش كويسة أو يجرى لهم حاجة. فهي أمانة ما بيننا وما بين ربنا إن احنا نخلي بالنا من نفسنا ومن اللي حوالينا. بلاش يا جماعة موضوع إن انتوا تنزلوا وتشتروا اكل بطريقه بشعه، جيبوا بس اللي كفيكوا بس وتحطوا في بيتكوا عشان تقعدوا في البيت وتاكلوا وتشربوا، بس بلاش البشاعه. وفي التعامل مع الوضع او الانانيه، علشان احنا في مصر في ناس غلابه يعني، في ناس غلابه ما تقدرش امكانياتها ما تقدرش ان هي تجيب اكل لشهر شهرين وتحطه في الثلاجه وتقعد في البيت. في ناس تخرج بتجيب قوت يومها على قد النهاردة هاكل ايه، فما نخلصت السلع الاساسية من السوق. وفي ناس تانية هتتأثر، حرام يعني. انا مش مجمعة، معلش مش عارفة اتكلم كويس. خلي بالكم من نفسكم يعني. الموضوع يا جماعة خطر، والله خطر. اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت. ما مش عارفة اقول ايه، بس ده الطريقة الوحيدة للوقاية ان احنا نقعد في البيت، لان الخروج دلوقتي خطر. انت ممكن تاخده في مواصلات، ممكن في شغلك، ممكن اي مكان. حافظوا جدا لو الناس اللي مضطرة تنزل تشتغل، طول ما انت بره البيت ما تلمس وشك واغسل ايدك كل شوية، واول ما تدخل من بيتك خاصة لو عندك اطفال او عندك في البيت حد كبير في السن، امسح مفاتيحك اول ما تمسك مفاتيحك وتفتح فيها الباب، امسح مفاتيحك بمعقم وقر الباب كل حاجة.
كل حاجة انت لمستها اول ما دخلت من البيت، عقمها واغسل ايدك اول ما تدخل من البيت. وربنا يحفظنا كلنا يا رب، ويرفع عننا البلاء والوباء يا رب. ودعواتكم بس ان انا ربنا يشفيني واخرج من هنا على خير. شكرا.